لكن قصدي انه هو ايش هذه الحكايه. الست فايزه قعدت اجري وراها عمري طول عمري يعني، حتى روحت في المدينه اخر مره اني انا جيت لها، عارف يعني هي عندها احساس انه انا جيت لها، فاهم كيف؟ اللي هو قبل ما يحصل كده بيومين كنت انا متصله فيها بسالها عن نوال خالتي، خلاص فلا اله الا الله، فمشيت ورا فايزة بنت خديجة بنت أسمة المشوار كله، حاول أفهم هي دي الست دي بتفكر إزاي، عايشة إزاي، her opinions on life يعني، أبا أخذ حكمتها، أبا تدعي لي كده يعني، خلاص ما أفضل، تمام؟ طول ما أنا كنت أبغى منها حاجة، فاهم كيف؟ كنت بجري وراها، فبطلت أجري وراها لأنه وجدت الله، كانت سراب، أمي سراب والله، فوجدت الله عندها، فاهم كيف؟ أبوك بلاف ترى والله العظيم، حيمشيك وراء عطشان. الست اللي بتحركه اسمها فاطمة الداكية، فهي عاد ايش غيرانة بس علشان ايش هو قاعد هناك، ما يعني تبى صاحبتها الصفية، ايه تمام. بس فلا تجي ورا، هو بلاف هو عاجبته القاعدة وعاجبه الصيد وعاجبه يعني انه خلاص دانا اخر نكتة، اللي هي كانت القصة المشهورة عن انه لما جاءوا نزلوا القبر مدري ايش سوى. هو طول عمره مطيز للدنيا حبيبي والله العظيم، ف يعني عارف، لانها ما هي قصة امي او ابويا، فاهم كيف؟ واللي سووا فيها هم ما سووا ولا شيء، هم سووا في حق الأمانة في القصة بينهم وبين ربهم يعني، فاهم كيف؟ هذا يعني لا الله أمي ولا الله أبويا، هو كان عنده في بيت أمين سراج كان في كده زي صورة لطفل بيبي رضيع يعني كادلر كده طفل بيبي، بيعمل كده بماسك يدينه زي كأنه بيدعي ومكتوب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. هي دي القصة، انه في النهاية نقول كلمتين دي لما الواحد فينا يعني ايش، لان القصة ما بدأت عندنا وما حتنتهي عندنا، على الاقل بتكلم عن نفسي، في سيدنا يوسف حيجي قريب ربنا ياخذ امانته، فاهم؟ حيبلو، فانت حتسلم سيدنا يوسف لربنا كيف، فاهم كيف؟ حبيبتي ما تبى تخرج عن حضنك الاخت مجد، خلاص فهي بس بتدل عليك تقول لك طب حبني عشان لا يعني لا ادور على الحب برا، احضنها العب معها كلمها، لانه جوتك واحدة ست، ها دي من احلى الستات اللي انا شفتهم في حياتي، انا اعرفها دي ست، وايه وكنا جيران، دمها خفيف وحقت لعب وفكاكة، بنتك حقت لعب وفكاكة فكاكة، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي ابوك اداك هو اديتها، هو ما نقص ولا زاد خلاص، واللي ابوك اداك هو اديته ليوسف لا نقص ولا زاد، غير انك انت اللهم صل على سيدنا محمد نازل فيك العادل المنصف الرحيم، من وجعتك حسيت بيهم، فاهم كيف؟ فمو هين عليك اللي بيحصل لهم، بس
وهذا بسم الله ما شاء الله يعني حبيبي محمد كده ما كان هاين عليه أمته طول الوقت. فايش إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حبيبي حياتي حياتي.